هلا شباب، شلونكم؟ عيني، في اخباركم؟ عيدكم مبارك، صحة وعافية، تحقيق الاماني، سلامة الاهل، توفيق للجميع ان شاء الله. اليوم ما ادري هذا المقطع راح ينزل اول يوم العيد، ثاني يوم العيد، ثالث يوم العيد، المهم احنا عايدناكم ان شاء الله، لان تعرفون يوم تراب، يوم مدري شنو، يوم الحق اصور، يوم ما الحق اصور. فاليوم يمي الحمر، بداية التصوير. نستفتح بالحمر، مفتوحات البرجين، ثلاث ارباعها بيضة، اكو كم زوج مطاردات، هذا الاشعل بحمر مال صيد ليفركم، اكو فينات اسد، هذا مال صيد ومشكلنا، وظل يطير يهوش يدور على اهله ويرجع، يدور على اهله ويرجع، حبال رايح جاي. هذا بطق على الزرقاء، طبعا شباب الطواير اللي بهذا البرج، شلون يرفع جنيح، الطواير اللي بهذا البرج اللي جبناها على اساس تطير بكركوك، طواير مخاليف كلها مشاكيل حاليا، ما شاء الله شباب جناحها عالمي، يعني طيور صدق تطير، طيور يعني مبينة خفيفة ومع المطيار وشغلة مرتبة. الحمد لله. اعذروني شباب على العطسات، لان هاليومين تعرفون الاجواء شلون، انا بس اقل تراب تشتغل الحساسية عندي. هسه الحمر مفتوحات، صعدين ننزلين، جوها البيض، ضر البيض يفقس، تطلع هاي الوجبة ما تطلع والله ما ادري. شوف الاشعال، شوفه وين واقف، يلا اشلع. اغلبها مبيضة، ها شوف هسه عندنا واحدة مفقسة، هاي هذا مفقس، هذا مفقس، والباقي هم دي يفقس هسه. بس وجبة مو صحيحة يا شباب، ما انصح العالم تزق في شي اجواء، يعني صراحة الاجواء ما نزاق، يعني يكون انت بعد قبل الطب الخامس او نص الخامس انت فرخاتك جاهزات نازلات، وراها تبدي الفالول ويبدي هالسوالف، فما انصحكم. طبعا اليوم مطير الاجنبيات، انتم تعرفون السباق بعد له تقريبا 18 يوم او 19 يوم. شوفوا هسه هذا حطت هاي الطيره، هاي نسميها البطله، جيت تحطت هاي شوي بالحطه تصعد، شلون البصراوي يعني ما تلعب بس تصعد، تضرب جناح بلبل. طبعا الساعة 11 هسه اتصور، انا مطير بالستة، يعني معدل 5 ساعات. شوفوا هذا الثاني هم بيجي، بس هاي مو بالحسبان، هاي هسه طيرتها، هاي مو بالحسبان. أربعة هسه انهم طائرات مو بالحسبان، الاثنين الرامبورية والكراس شتري والعراق، اللي بقى البقية اللي طائرات شباب نقاط فوق، يعني تقريبا عندي فد 10 بعد طائرات فوق، لان عندي فد 4-5 حطن تقريبا 10.5 او 10.25 على حوالي، والبقية طائرات. وبس اشوف هذا جبين، لكن عالية تاندا، اشوف 3-4-5 تقريبا، ان شاء الله طيب الامور، اذا استمرت هي ان شاء الله نتوفر. طبعا اكو طير طيرين بالجو مالات السباق ما يفيدن، راح اشيلن صراحة، يعني طيور ما الحاجة سمدة تفتح، يجوز يعني مزاجها ما راهم ما اعرف، مع العلم هي خوش طيور، فاضطر اشيلها يعني، حتى اللي يبقى، حتى لو بقي لي مثلا فد 18 طير، او السباق 9 حمامات،
بين اللي يضيع بين اللي يبقى بين اللي ما ادري شنو. ان شاء الله نطلع بنتيجه. شوف هاي الزيره والرامبول، هذا ال 14 طبعا. شفت البارحة تعليق الولد، واحد من الشباب المتابعين يقول ناسين احنا جماعة الحمر. هاي ذكرتكم، هاي زيرة الحظ، هاي زيرة طبعا حتى بخلت يا ولد حطت الزيرة. اليوم الشباب اليوم حق الحمام ما يطير هواية، يعني 5 ساعات 6 ساعات الأجواء شباب اليوم بيها هواء، بيوم الهواء يعني جهد الحمام يصير ضعف، تعرفوها أكيد. يعني إذا طير ساعتين بعدها طير 4 ساعات إذا هواء قوي. تمام، هاي حفة ثانية، هاي الشادة شباب، هاي والله العظيم ما محسب لها أي حساب، هاي خرجتها هيك شيء بسيط، تخريج بسيط. وقبل مرة ما خرجتها التفتها وقلت اهلسها وعوفها للسباق، خوش حكي وينها حياتها، قلت اهلسها وعوفها للسباق. هلستها كملت جناحها طلع مخربط وانضربت، قامت تهز شويه وجناحها تخربط، شلتها شمرتها بخانه، يوم ثلاثه شفتها مستعدله بس جناحها ميت، شمرتها ويا التور، عفتها نسيتها. ورا فترة والله قمت من بديت اطلع المستوردات، شفتها الطيرة نشطة زينة بس جناحها بينقص ريشتين مدري 3. هسه دا اطيرها طيارة كلش قوية، هاي هسه انا حتى بعد ما مصبغها عفتها بدون صبغ، قلت حتى ميزها، هاي بالنهايات هاي عفتها بدون صبغ، قلت حتى هاي تبقى عيني عليها اريد اشوف وضعيتها هاي حتى اذا ما دخل هذا السباق. فهاي حاضرة ان شاء الله بسباق شهر 10. اول شغلة تاخذ عمر اكثر، لان هسه هاي الطيره جوز بال7 رياش 8 رياش، وهيك ذكاء وهيك قوه عندها. او قام اللي جاني ذني الزقوره ولا ما ادري شنو سوك ما يجي هذا نوبة شباب، هذا حتى ذا ما يضرب الطير يخوف ما يخلي بعد يوصل شلون يقرص دروح. هنا قصتك يصير على هاي المخلفه، والله وقف فوقها شباب، بس هذا يمكن ما يقيش ما يقدر يضرب الطير هذا. ذاك الاخ ذاك الكبير العقابة يسمونه اي شباب. فهاي الطيرة يعني حتى اذا هسه ما اشارك بيها وبهذا السباق على شهر 10 ان شاء الله لها يعني بصمة يكون. هسه خلنا ننزل جوا شوف شنو الدرس. هاي نزلنا شباب جوا، جوا يا شباب، هذا الرامبور هيا تحط. هسه راح اروح اجيب هنا، اجيب 10 حلال اشدها بهذا السايد من هنا هيك بالمسرح الخارجي، و10 حلال من هنا همين، هاي 20 حلة يعني راح اروح اجيب، واحتمال اشيل هاي واشد لهم 10 حلال. هلا اشوف يعني لان ما يكفي البر الشباب فوق 100 فحل. طبعا الزواج المفتوحات دا يلعبن، عزلت الطواير كلهم بهذا البرج. هسه بنحسبهن نشيك نشد عددهن، فتصور يعني ما اعرف والله بيها نقص فحله بيها نقص طواير ما ادري، هسه نتاكد منها. خلينا ناخذ كم سؤال شباب. انا اخونا الحج يقول عندي طيور تحط على السلك الكهربائي، يعني يقصد على الوايرات، يقول شو اسوي لي؟ والله اقدم لك نصيحه صديقي، بيعهن واشتري صحتك، بيعهن واشتري صحتك، هاي طيور تحط على واير بعد 1000 سنة ما تصير هجارة. فنصيحة بيحين ولا تغث روحك. قال الله من اخونا احمد الحجي تقريبا شباب اغلب الاسئلة تجي على شغلات السباق، ده يسأل ليش المستورد ما يطير سوى شباب. هو هذا الحمام الطيار، الحمام الطيار يطير منفرد ما يطير مجموعات. تمام، هسه انت طيورك انت انتبه على هسه اللي عنده مثلا فدمية من يطيرن حتى ما يرتفعن ما يعلن، بس تطير لك منهن 10 راح يصعدن بالغيم. فالحمام من كل ما يقيل كل ما يطير بصورة أحسن، وهو طبيعة الحمام الأجنبي يعني يطير من عزل، يعني كل طير واحد أو كل 2 إذا والفن يعني يطيرن سوا وهكذا.
سؤال آخر من أخونا سجاد يقول هم أكو فوائد مادية من السباق؟ طبعاً طبعاً أكو فوائد مادية من السباق، لكن اللي يدخل للسباق يعني أتصور آخر شيء يفكر بها المادة، لأن راح يصرف 50 اشتراك، يصرف كراوي حكام، يعني وبالوجه صار في 100,000. هاي قضية الجوائز. يعني أنا سباق من السباقات جتنا دعم قوي من الخليج، من الأساتذة، من شباب ببغداد بالعراق، فانطينا يعني المركز الأول أخذ له 700,000. تمام، هسه تقريبا السباقات يعني المركز الأول ورقتين، المركز الأول 3 ورقات، المركز الثاني مثلا ورقتين، الثالث ورقة، هيجي آخر طير يأخذ له فد ورقة، أول طير ورقة، إضافة إلى كاس ميدالية، إضافة إلى أنه أنت طيورك شباب تنعرف أكثر. هسه العالم من تشتري حمام تروح تشتري من شخص مسابق، شخص عنده إنجازات، ما تروح تشتري من ياهل شان. هاي العالم الفاهمة يعني، أما أكو عالم لا تشتري من ياهل شان. فالأفضل أنه يعني أسأل من أسابق وأغلب، العالم تجيني على أنه أمجد غالب ومشارك بسباقات وعنده إنجازات وعنده كؤوس، فتجي تأخذ من حمامي. فيعني هي الفوائد مو بس مادية، وهي إضافة إلى ونسى شباب، بس شنو يعني تعب 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 ونسى، يعني فت 10 تعب مرة ونسى، لأن تجهز بالحار وتتعب وجاك يحترق ونفسيتك تتعب وطيور يوم ضايعة يوم جاية. إضافة إذا أنت دخلت بالسباق، يعني إذا أنت توصلت للسباق اليوم السباق وشاركت وغلبت، أنت تونست، ما غلبت يعني إن شاء الله أنا أفتح لكم بث بيوم السباق ما أقطع نهائيا حتى تتونسون ويانا، لأن يوم السباق شيء كلش حلو. عين شباب هنا أنا خلي نصور لكم تمزود من القناة. هاي طيارة فحلتي سخي على هذا الفحل إكراس، وهي بنات ما شاء الله. هذا هنا هذا الفحل كان يطير بس عزلته، انا اريد اضمه شهر 10 بعده ما جاهز، شهر 10 ان شاء الله ينضم هذا الطير. هنا عندنا زوج يا شبابنا يا طيبين، زوج تيادي جواه الانتاج، هاي هنا زوج شتري. طبعا هاي الشتري هاي الطيره اللي جلده ماتي، بس انا ما ادخلها لان ممنوعه من السباق، الحمام الشتري ممنوع من السباق. بس عندنا بعد، عندنا بعد هذا زوج السيت ولا اول فرخي طلع انهم زين، ما قلت لنا قلت لنا واحد وبقى لنا واحد بلكي يصير. هاي هنا اهم زوج كمينجرات طيور درجة اولى، ذني هذا هنا اهم زوج سيت ولا بيضت لي بيضة واحدة وفاسدة طيح الله حظك. هسه دا انتظرها بركة بيضة، بيضة يعني تبيض بعد بيضتين. هذا الفحل اللي تذكروه الإيراني على هاي الطيرة، هاي مو فرخات، هاي فرخات التيدية الخضراء، تيدية الحلقة الخضراء، وهسه هو مبيض جديد. شتري تيدي هنا نسيت ولا مبيضات، لأن زوج مبيضات طلع فرخ واحد ومات، وهسه رجع البيض، بارك الله يطلع عن شيء. هذا زوج شتري للبيع مناسبة العيد، سعره 150,000 مايات جاهزات، اللي يرغبهن سعره 150,000 دينار سعر نهائي، شتري ومايات جاهزات. شدنا هاي التياد، هاي التياد الأخيرة ما تبيض لحد هسه، نشوف بلكي تبيض هاليومين ثلاثة، والله ما أعرف، خلينا نشوف والله قريب. هاي الأرافل طبعا خل أصور لكم الأرافل، هذا اللي أنا وطير تزيرة، العفو الرامبور وطير تزيرة، لا تنحصر في الأرافل إن شاء الله بالسباق آخر طير ينزل. هاي الأرافل، هذا واحد، هاي اثنين، هاي هنا ثلاثة مبيضة، شنو هنا كل شيء معك جوا، هذا واحد، هاي طير وفحل، هذا بدي يلدع الفحل، فين زوجات شباب. أنا دائما هنا الفحل يختل يعتمد من بديل أزرق، هذا الزبيري، طبعا بدت تحمى، بدت تحمى شباب، بدت تحمى. الله، هاي شباب رجعنا، هاي نهاية المقطع. طبعا الأجنبيات كلهم حاطين حبستين مانش، وجاي اشتغل بالحلال هسه كمل لكم التصوير. بس هذا ارفلي، ارفلي افريقي،
الرفيق يسموه هذا المحجل ولا ما ادري. طلعت الاراف اللي هنا انا وغيرت بعد ما اعرف هسه نحاول اللزمه. طبعا جبت حلال وجيت ما راح اطول المقطع لان راح ادمج ويا المقطع القبله. جبت حلال هاي دقيت هنا انا 8 حلال بعد 8 هنا انا هسه دا اكملهن و8 بالبرج هذا يعني ان شاء الله بعد ما عندنا شيء. وهذا الارف اللي موجود نقص الطير واحد بعد ما نازل الصور من الساعة ينزل اذا موجود ولا ضارب صقر او ضايع بعد الله وياه ما نعرف. خلي الزم هذا الارف اللي وجهكم شباب دقيقة. هي شباب هذا الارف اللي طبعا هذا الصيد راح اذبه هسه مؤقتا هنا انا هاني عود نرجع له بعدين بس خليه اكمل الابراجة. يلا شباب عين وصلنا لنهاية المقطع لا تنسون تركوا بالقناة فعلوا الجرس كل واحد فات 50 لايك 50 تعليق اسئلتكم شوية كثرونا اياها. تمام عيني ان شاء الله نلتقي بمقطع جديد بين ما اكمل بس الشغل. تحياتي لكم شباب.